صح عمري ما كنت رايحة في ماء شمس. اي حال برج برجي بقى اسمه برج الجزيرة. برج الجزيرة. الله الله برج الجزيرة. طيب يا سبحان الله. تاني برج اهو ان شاء الله. ده في ناس كتير. يلا تعالي هنا. هنطلع البرج ولا مش هنطلع البرج؟ ما نطلعش البرج. ايه عايزين التذكره ب 60 جنيه 60 جنيه او زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. تشوفوا القاهره من فوق هنفرجكم عليها. وايه اللي هناك ده بقى شمس؟ طب تعالي. هو الجمل ده ايه؟ بيتركب على الجمل ده ولا ايه؟ ده ايه ده؟ طب والجمل ده ركوب يعني ولا ايه؟ لا للصور بس. تصوير؟ الحق صورني ده. طب ما فيش ركوب للجمل؟ طيب بكام ركوب؟ انت عايز تدفع كام؟ لا انت اللي تقول. انا اذا كان عليا عايز 2000 جنيه. 2000 جنيه يا راجل. انت عايز تدفع كام؟ هصورك بقى. ده انت مفتري. ويلكم ان ايجيبت. 2000 جنيه. هديله الجمل. بص يا جماعه الراجل دوت عايز يركب معانا الجمل. عايز يركبنا الجمل ب 2000 جنيه. لو لا وكمان ايه كمان وكمان تقول ايه؟ بيقول انت عايز تدفع كام؟ انت اسمك ايه؟ اسمه مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ لا باشا. بص يا جماعه اللي يجي هنا بقى اللي يجي القاهره الجمل بتاعنا في واي فاي 4G ما شاء الله. هنعمل لك دعايه يا مصطفى. تحت عمرك. يلا عايزين نشتغل معاك شويه. حاضر. مين اللي هيركب؟ وانا هعمل لك دعايه على اليوتيوب. قول لي بقى. عماد ماشي. لا عماد هنبدا بعماد. صوروا يا عم بالحاجه بتاعته. يمشي فين يعني؟ مش هيمشي. هو انت هتركبها عليه وخلاص. انت مين؟ عماد اهو. عماد ده دلوقتي يا جماعه هيركب الجمل. يلا يا بيبسي. اسمه بيبسي؟ ما شاء الله والله. بيبسي الله ينور عليك يا بيبسي. لا خليه ينزل لي بقى. لا صورت؟ اخلق صور واعمل حاجتك بقى. اخوك صورك. انا بصورك عمتك. بابا ليش؟ طب فيك مليون؟ ما يسوي شيء. ويش فيك انت؟ قول ما فيني شيء. قول. احنا هنا في كايرو تاور. ايه الراجل؟ هو نازل. يو لايك ماي كاميرا؟ اكسكيوز مي. يو لايك ماي كاميرا؟ ولا بيكتشر؟ سلام والله. والله الجمل زي العسل. اقسم بالله العظيم. لا انت مروق والله. برافو عليك والله. شكل عيشي لازم نحافظ عليه. لا والله العظيم برافو عليك. يعني ما شاء الله عليه ونضيف وشيك والله برافو عليك. يلا ننزل. يلا ننزل. بص يا جماعه سامع كلامك. انزل يا صاحبي. انزل يا بيبسي. انزل يا بيبسي. انزل يا بيبسي. يا سلام عليك. اسمه بيبسي بيكلمه. بص الجمال بيكلمه بيقول له انزل يا بيبسي. ينزل. بص بقى اللي جاي احسن. لا ده انت جبار والله. انت مشكله. طب يلا وريني. طب بص بقى يا صاحبي. يا سيدي اوبا. تسقيف يا جماعه. تسقيف. لا ده انت حكايه. نبدا بالثاني. لا هنركب الاخت بقى دي. لا اخت مين؟ لا والله ابدا. اقسم بالله العظيم. بقول لك ايه؟ ركبتني هيد البرج ده على دماغك. اركب. لا لا ما ينفعش والله. لا ما تخافيش. ما تخافيش. لا 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 حلف. لا يا اشرف. طب انا اركب انا. اركب انت. ايه المشكله؟ اركب جمل ولا تركب حمل؟ اركب انت. انا في ندى يا سيدي. يا حكايه. ده انت حكايه.
خليه يبوسك. طيب صور بابا كده يا عم. عايزه ادوس راسه يا ماما. شايف لما تزعق عم بلي ركبتوني الباراشوت وركبتوني ما اعرفش كمان جمل. خايفه من الجمل؟ لا انت امال ركبتك اسد هتعملي ايه؟ بوسه بوسه يا اشرف. ديناصور بص البق. بص يا جماعه بص ده يعني حاجه كده. عارفه بقى الجبل دلوقتي ده الجبل المصري الجميل. يوم الجبل كده ورا. يلا يا بيبسي يلا. وسع وسع وسع. واو بس لا اهو ايه المشكله في كده؟ تصور يا اخي انا جايب بعينها قدامي يعني عارف. بس نقعد بقى كده عادي وسيب جسمك براحتك اهو. ماي كامل ايجيبشن مساج. اي تو سيئه ملمح ليها مش جوزك ولا يهمك برضه. مش تغيري في ملمح مش بيها يا دي ولا تلمح ليها مش ملمح. اهلا وسهلا. اتفضل تهرسه. اهلا وسهلا. السلام عليك. استني علشان تطلعي فوق كمان. ده كتير عامل ساعه ونص ولا ساعتين ولا كتير كتير. احنا مش عارفين نشوف الله. ايه اعمل ايه؟ اتفرج. سلام عليك. سلام عليك يا فنان. المرأة مش عاوزة تركب يا ناس. افضحونا بقى. نهدوا شوية بالدزايري. قال اخواتي اهلا بصحة عليكم. اليوم نطلع للشمال بتاع المصروة نتفرج على نتفرج على البرج بتاع المصروة. بسم الله ما شاء الله البلاد جميلة والجمال جميل. بصحة عليكم. هتيجوا عندنا البلاد تيجوا عندنا مصر هتتمتعوا بالزاف. يلا اتفرجوا علينا يا شباب. يلا اهلا وسهلا فيكم. تمام ننزل. انزل يا بيبسي. انزل يا بيبسي. انزل. بسم الله الله اكبر. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالك يا بيبسي. اصعب حته دي لما بيبسي بينزل. السلام عليك. السلام عليك. هوبا. ويلكم باك تو دبي. شوبس. لا برافو عليك. حتى انا هتطلع؟ تطلع انت والشيء. يلا. يلا بس. يلا. تعالى يلا خدنا وقت كده. يلا ما تخاف. يلا بس معايا. يلا. تبعت صورة. يلا. يلا يا شادي. خليه أوكي. يطلع. ينفع. دوسي قبل اطلع. دوسي كملي. ويطلع ازعل. والله مش هيطلع من غير ما اقول له والله. الا بقى لو باشا قال لي فني يطلعه. لا لا لا. بصراحه بيبسي خليه. لا لا بيبسي هيقوم. مش هيقوم من غير ما اقول له. اوعى اوعى الناس كلها بتتفرج عليا ومش فاكر. بيبسي قوم. اسمه بيبسي؟ اسمه بيبسي. لا وبيسمع الكلام. سبحان الله. جميل. عفوا. طب اقول له كده نشوف يسمع كلامك ازاي.
تجمع اولاد افريقيا. قولي حاجه بقى. اوت على الارض مش لما يطلع بيبسي للجمل يا جماعه اسمه بيبسي وهي شمس خايفه الجمل يقف فعملنا لها اكسبشن يعني ان هو يكون واقف على الارض بيميل كده وبيميل كده عشان تعرفوا بس هي قد ايه هي جبانه يعني وما بتحبش ايوه ايوه قمرت بتحبش الاماكن العاليه خدوا بإيدي يا أولاد ربنا ما يرمكم فيها لا مش خفيف لا 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 خفيف لا والله لا والله كده حلو طيب أنا كده بص يا فندم أنا بقى اللي حاطط اليمين دي من العشرة خشبة اللي ماسكاها كده؟ اه تصدق فكرة بس استنى بعد نفسي براحتك كده أسهل أنا باي بس كده خلاص كده احنا نزلنا يا فندم أجيب لك سلم؟ تمام شكرا تحت امرك مين ومين يا فندم عجبك الهرم وعجبتك الزياره بتاعت الاهرامات بتاعت البرج النهارده جميله جميله قوي بس المشكله قولي بقى لاخواتنا في القناه في الصفحه بقول لهم تعالوا شوفوا ايه ده بسم الله ما شاء الله لقينا فانس كتير واخدنا التوانسه واخدنا السعوديه وبتاع ما شاء الله يعني طب ما شاء الله حلوين. ربنا يزيد ويبارك يا رب الناس دي حلوين قوي 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 ده قوي ده مصطفى ابو الرجوله كل جدا 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 قد الدنيا احلى حاجه مصطفى. احلى حاجه شفناها النهارده اتعرفنا عليها مصطفى وبكره عامل لنا برنامج في الاهرامات هنوريه لكم وهنصوره لكم وهنسيب لكم رقم تليفون مصطفى علشان لما تيجوا مصر تتصلوا بيه شكرا يا حبيبي مع السلامه يلا خلاص يلا
جماعة شمس مشغولة مع الفانز بتاعها، لقيت فانز من السعودية ولقيت فانز من التونس، وهي قاعدة بقى ايه بقى خلاص سابتني انا كده وانا واقف قدام البرج. ها ويا ستي تعالي يا ستي هديكي تعالي روح اشتري التذاكر، التذكرة للمصريين والعرب ب60 جنيه لكل نفس السعر واحد، واما الاجانب طبعا ب300 جنيه، اما الاخوه العرب والمصريين ب60 جنيه. تيجوا تشرفوا يا جماعه، شايفين الناس عامله ازاي، ناس كتير قوي اهي. وفي كمان مطعم دوار فوق، بتحضر مطعم فوق. احنا عندنا هذا الانتظار، في كميه انتظار كتيره. الجو جميل دلوقتي والناس كلها جايه تشوف كميه الانتظار. في حوالي 150 واحد قبل طلوع البرج عشان تبقوا عارفين، بس لازم تيجوا في الوقت ده، لازم تيجوا يعني قبل غروب الشمس بنص ساعة علشان تشوفوا القاهرة وهي من فوق. هنوريكم ان شاء الله الشكل من فوق ان شاء الله، ونحطه لكم في حلقة جميلة. اشوفكم واقول لكم اسبوع على خير في حلقة جديدة من الحكاية مع شمس غنيم، والحكاية مع اشرف وهدان. في امان الله.